أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا لم يستطع الإنسان الجواب على أسئلة منكر ونكير، وكان موحدا لكنه عاص، فهل يخرج من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ المؤمن يجيب، ولو كان عاصيا، المؤمن بالله ورسوله يجيب بالجواب الصحيح ولو كان عاصيا، وقد يعذب في قبره بقدر ذنوبه، وهذا من التمحيص له، فيعذب بقدر ذنوبه ثم يوقف عنه العذاب. لو ورد أنه يعذب في النميمة ويعذب الذي لا يستتر من بوله، هذه معاصي يعذب فيها المؤمن في قبره، لكن ما هو معناه أنه مثل المنافق يقول ها ها لا أدري. نعم.